السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ وسام، شكرا على هاد الأسرار اللي عطيتينا في هاد الدورة هذه، يعني الأسرار اللي تقدر بالملايين صراحة. كنشكرك على هاد الدورة هذه بزاف، لأنني أنا شخصيا استفدت منها. أنا وليت كنعرف يعني إمتى ندخل إمتى نخرج، هل هذه صفقة جيدة أم لا، يعني هل هذا الموضع اللي هو يعني جيد الدخول أم للخروج. يعني أصبحت أعرف أين أنا في السوق هذه اللحظة اللي فيها السعر، هل هو يعني جيد للشراء أم للبيع. يعني أنك تفهم هذه الأمور هذه، يعني راك يعني فهمت السوق شنو كاين. والحمد لله استفدت من الدوره ديالك هذه يعني بشهاده من القلب، يعني كنشهد لله، يعني انا استفدت. يعني انا اول مره غنشري شي دوره، علاش؟ لانني شفت الفيديو ديالك في اليوتيوب واستفدت منهم، يعني استفدت منه اولا. كنتبعك في اليوتيوب وكنتفرج فيديو تقريبا كاملين، بعد يعني مني يعني شفت الطريقه ديالك وعجبتني وبغيت نتعرف على هذه الطريقه ديال التحليل الموجي، خصوصا عندك هذا الفرق بين التحليل ديال الهيليوت والتحليل الموجي اللي كترصد. يعني كاين هذا الفرق والتبسيط، يعني البساطه ربما هيليوت يعني شيئا ما معقد، لكن التحليل الموجي يعني سهل، يعني يمكن اي واحد انه يفهمه وسهل انك تطبقه، خصوصا بالاضافه الى البريس اكشن. يعني وليتي كتعرف نظره عام مع السوق، كتعرف راسك فين كاين. هذا هو اهم شيء بالنسبه لي، انك تعرف راسك فين، واش هذا هو مناطق ديال الشراء او مناطق ديال البيع. هادو هما اهم حاجه بالنسبه لي. يعني إذا عرفتي هاد جوج حوايج يعني راك يعني كنظن وصلت. وهذا هاد الكورس، والحمد لله انا يعني كنقول بانني تعلمت من هاد الكورس. هادشي انا كنت كنعتبر راسي مستثمر، كنت كنشتري باي ثمن وكنحتفظ المدى الطويل. ولكن دابا مني وليت كنتعلم التحليل الموجي، غادي نشري وغادي نحاول نجري بواحد الثمن اللي مناسب، يعني اللي غادي نتسنى به واحد المسافه طويله. وانا وليت كنستعمل حتى في التداول التحليل الموجي بعد الدوره هذه، وليت كنستعمل التحليل الموجي حتى في التداول، رغم انني ما كنتش كنتداول انا بشكل يومي، ولكن دابا وليت كنتداول، يعني وليت عارف مناطق الدخول ومناطق الخروج. وهذه شهادة يعني في حق هاد الدورة هذه. وشكر لك الأخ وسام، كنشكرك بزاف. تحياتي من عبد الصمد الهليلي. السلام عليكم إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليوم. لكن قبل تحليل البيتكوين أدعوكم إلى الاشتراك في قناة تليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، مقلدين نصب كثر يريدون أخذ أموالكم، انتبهوا من هذا الأمر. تضغط على الروابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. عندما تضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها شهادات المشاركين في دوراتنا التدريبية، أرباحهم اليومية يوميا. عائلة العلم نعرف الكذب تحقق أرباح يوميا في التداول من كل الأسواق فبالتالي هذه دورة من الدورات التي نشارك معك فيها أرباحها متداولين الذين أخذوها، مما يثبت قوة دوراتنا التدريبية، ونحاول إثبات ذلك يوميا. هناك ناس حتى يرسلوا لنا دعواتهم من المقام الشريف، يعني والله أشياء تفرح، والحمد لله على هذه النعمة. فكما تلاحظون يعني نشارك معكم فيها كما قلت أرباح وصفقات مباشرة وشهادات صوت وصورة، وكذلك يشارك معك آخر العروض، وهذا هو آخر عرض تحصل فيه على دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن. وكذلك تحصل على شهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية التي نحلل فيها يوميا الفوركس، الأسواق، المواد الأولية، العملات الرقمية والأسهم.
من الاثنين إلى الجمعة ساعة مباشرة يوميا، وكذلك تحصل على شهر من مجموعات النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية. هذه المجموعة بها خيارات المتداول لدي، يجاوبونك على أسئلتك، يساعدونك، يطبقون معك يوميا لمدة ساعة كل يوم تقريبا في المساء. يعني تحصل على دورتين وعلى متابعة. فبالتالي إدارة الاحتراف، إذا أردت أن تحقق مثل هذه الأرباح التي يحققها المتداولين لدي، الطلبة لدي، ما عليك إلا استغلال هذا العرض. الرابط مثبت في تعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الناجحين، وتبتعد عن 95% الفاشلين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملاء في الكادي المباشر. وصلنا إلى 4560 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط في التعليقات. ثاني رابط، تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك. لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العملاء في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دورتنا وإلى عروضنا. طيب البيتكوين، ماذا لدينا في البيتكوين؟ نشاهد هبوط قوي للبيتكوين الآن. لاحظوا كسرنا مستوى 18200 وقد قلنا أنه ممكن أنه يكسر، والآن ربما يعطيك هذا الاكسباندين. طيب هذا النزول الآن، إذا تذكرتم تحليلي أمس قلت أنه هذه الحركة يمكن أن تقفل أولا رانين أو اكسباندين ويطلع. فبالتالي هل ممكن أنه البيتكوين يطلع من هذه المنطقة لكسر القمة مرة أخرى ويكون هذا هو النموذج؟ نعم ممكن. لذلك قلنا أنه هذه الموجة على شكل WXY، الواي لا نعرف متى ستكتمل. إذا أردت البحث عن النزول أحتاج إلى موجة دافعة تصل إلى هذه المنطقة ثم تصحح لكي يبحث عن النزول. هكذا يقول لي أنه خلاص انتهت بنية هذه الموجة كلها وهناك نزول لكسر هذا القاع مستوى 15445 دولار. هل حدث هذا الشيء؟ لا، لازال لم يحدث. طيب ماذا لو نزل البيتكوين الآن وبقوة وأعطاني زيادة في الزخم؟ جميل جدا، أعطيني فقط تصحيح كبير أكبر من هذا التصحيح وأنا معك. طيب هل هناك احتمال أن يكون هناك صعود آخر؟ نعم، لأن هذا البورباك غير طبيعي في السوق، هذا ليس تصحيحا فبالتالي غير طبيعي، يجب أن يقفل. إلا كما قلت إذا نزل البيتكوين وكسر لمنطقة البيعية التي هي هذه المنطقة اللي هي آخر موجة. طيب لأنه هذا سيبقى دائما جدار، سيكون دائما جدار، هذا سيكون دائما جداري، لن يتركني أنزل بسهولة، لن يترك البيتكوين ينزل بسهولة، لأنه دخل فيه البيج بوي في هذه المناطق، دخل البيج بوي في هذه المناطق. تمام. طيب الآن كما قلت كيف سأتعامل مع البيتكوين؟ هو هناك هذه المنطقة مهمة وهذه المنطقة كذلك مهمة، لكن أنا أفضل هذه المنطقة. لماذا؟ لأنه أريد أن أرى يعني اللي هي دبليو إكس واي، إذن آخر موجياتي، آخر جدار. طيب بالنسبة للهبوط كما قلت أريد أن يصل السعر إلى مستوى 16870 ثم يصحح، وهذا هو هبوطي. طيب للصعود، هل لأنه ممكن يكون هذا اكسباندين ويصعد، ممكن يكون اكسباندين مرة أخرى ويصعد، يعني ممكن يكون هذا نموذج اكسباندين يدخلك في صفقات بيع ثم يصعد. كيف سأقول أن هذا للصعود؟ لاحظوا معي، أولا أريد أن أرى صعودا قويا إلى هذا المستوى، إلى مستوى 17882، صعودا قويا، لا أريد صعودا تصحيحيا. صعود تصحيحي يغير لي البنية تماما، أريد صعود قوي ثم تصحيح هنا، وهذا هو صعودي لكسر هذه القمة فقط. لماذا؟ لأنه بكسر هذه القمة ستكون هذه الموجة على شكل WXY، والواي بها عفوا بها ABC، وستكون قد اكتملت البنية. اوكي، ستكون قد اكتملت البنيه. لذلك انتبهوا، اذا المناطق المهمه لي الان بالنسبه لي الان حاليا منطقه 17879 اذا عاد البيتكوين وصحح، هذا للصعود، ومنطقه 16872 اذا عاد البيتكوين لهذه المنطقه وبدا يصحح، هذا للنزول لاكمال هذا التصحيح اللي هو الان اصبح اكسباندين، واذا عاد هذا الامر فهو للنزول لكسر القاع هكذا، وحينها ستكتمل بنية هذه الموجة كلها الهابطة، سيكون هذا رانين موجة تصحيح موجة، وهذه الموجة كذلك بها موجة تصحيح موجة،
وهكذا تكتمل بنية هذه الموجة، وسنبحث عن صعود مثل هذا الصعود مساوي لهذا الصعود هنا، وربما بعد ذلك إذا ازداد الزخم فقد نبحث عن هذا الصعود هنا. إذا بدأت بنية البيتكوين تتضح شيئا فشيئا إخوتي الكرام. كنا في هذا التصحيح لمدة طويلة، ولنرى الآن ما الذي سيحدث. هل سينزل البيتكوين لهذه المنطقة أولا قبل بحث عن النزول، أم سيرجع مرة أخرى ليتلاعب قبل النزول؟ لنرى ذلك. حددنا المناطق لبحث عن الصعود، وحددنا المناطق لبحث عن الهبوط، لكن يجب أن تكون لديك أخي الكريم استراتيجيات لتداول هذا الصعود وتداول هذا الهبوط. إذا لم تكن لديك استراتيجيات وتريد أن تلتحق بنا وتحقق بعض الأرباح كما يحققها الإخوة الذين المشتركين أو الطلبة المشتركين في دوراتنا التدريبية، هذا هو العرض، عرض بوم. كما قلت تحصل على دورتين، تحصل على مجموعتين، على قناة اشتراك شهري لمدة شهر في قناة التحليلات اليومية التي نحلل فيها يوميا كل الأسواق لمدة ساعة مباشرة، وكذلك قناة أو مجموعة مناقشات التابعة لهذه القناة كذلك لمدة شهر. هذه المجموعة بها أخيرات متداولين لدي، يجاوبونك، يساعدونك، يتابعون معك، يطبقون معك إلى أن تحترف إن شاء الله. إذا كان هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين. لا تنسوا أن تذهبوا إلى الموقع beprowavetrader.com. في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها، وهناك كتب يمكنكم تحميلها مجانا مثل الدليل الأساسي للشمال اليابانية. تضغط على ابدأ الآن مجانا، تضع إيميلك الخاص، تصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. لا تنسوا أن تفجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا أن العلم يعرف كذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.